بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال رقم 135، اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، اللي هو الفوم اللي بيستخدم بدل البلوك في الهولو بلوك سلاب. ما هي مميزات وعيوب استخدام الفوم في السقف الهرد بدلا من البلوك؟ اولا الفوم زي ما قلت، والله كل المميزات دي حلوة على انا وعلى راسي، بس انا ما بفضلش استخدامه. اولا هو خفيف، طبعا مقارنة بالبلوكات فهو خفيف جدا جدا جدا، طبعا قليل في التكلفة، عزل حراري ممتاز ممتاز، وعزل للصوت كمان ممتاز جدا، فغالبا لو حطيته فوق ما تعزلش حرارة. سهولة ازالته بعد الصب هو جايبها كميزة، بس انا ده عيب. انت لما تزيل السقف اللي فوقيك ده، لما بيبقى مربعات كده فوقيك وزلت انت الفوم هتمحر ازاي؟ الا اذا كنت عامل سيلينج، سقف ساقط او سقف معلي. تمام. العيوب بقى، سريع الاشتعال بدرجة لا تتخيلها، سريع الاشتعال بدرجة لا تتخيلها، والمواصفات اللي هي الأوشة دي حذرت منه كذا مرة. وهم وفي ناس طلعت فوم مضاد للحريق ما جربتوش وما عرفش شكله، هو اكيد فوم عادي بس ما عرفش هو فعلا ما بيولعش ولا لا. صعوبة اللياسة، وبرضو طلعوا فوم عليه بياض طرطشة من تحت بحيث ان انت تعرف تليس. طبعا بيبقى بيلم حشرات للصبح وبيبقى مأوى جيد للحشرات والفئران. ده بالنسبة للفوم، وانا ما بفضلش استخدامه الا في حالات قليلة جدا. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.